مشاهدينا أهلا بكم في أخبار الساعة من العربية. نستعرض ونرصد معكم أبرز المستجدات وفي العناوين. سلطات القرم تخلي 2000 شخص بعد حريق بقاعدة عسكرية، وأوكرانيا تدمر 37 مسيرة وصاروخ كروز. جدة تستضيف اليوم أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لبحث الشراكة واستدامة التشاور. بالتزامن مع وصول غواصة أمريكية، كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات النقدية الشهرية ل 120 ألف لاجئ سوري في الأردن. يبدو أن بؤر الحرب الساخنة بين روسيا وأوكرانيا باتت تتركز في منطقتين أساسيتين، القرم وأوديسا. أوكرانيا تقصف نقطة ضعف الرئيس الروسي بوتين، فاستهداف جسر القرم والإسراع أيضا في تدحرج كرة النار بدأ يتصاعد بعد انتهاء صلاحية اتفاق الحبوب وعدم تمديده. روسيا ردت عليها ووجهت صواريخها نحو أوديسا، أكبر الموانئ البحرية في أوكرانيا. هنا اشتعلت حرب المسيرات بين الجانبين، ولليلة الثانية على التوالي لم تهدأ المدفعيات التي يتراشقها الطرفان، حيث أفاقت القرم اليوم على حريق اندلع في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي، وأدت النيران المستعرة إلى إغلاق طريق تفريدة السريع القريب من القاعدة، وأيضا إجلاء 2000 شخص بسبب الحريق. هذا وتصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا. من جانبها أعلنت القوات الروسية إحباط محاولات أوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابة سيربريانسكو، وحيث تمكنت من تدمير مدرعات BMB بواسطة نيران المدفعية والطيران الحربي. القوات الروسية أضافت أيضا تدميرها مدفعية هاون بولندية ومدفعية هاون أمريكية تتبع للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 2 من الشاحنات المخصصة للنقل الخفيف. ينضم إلينا من أوديسا مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا وسهلا بك حذيفة. حذيفة، حدثنا عن آخر التطورات والميدانية والوضع الميداني في أوديسا الآن بعد الهجوم الثاني عليها. أهلا بك رجاء. يعني بعد انسحاب أحادي للاتحاد الروسي من صفقة الحبوب، تركزت عمليات القصف الروسي على مدينة أوديسا وعلى الميناء تحديدا. القصف طبعا لم يطال الميناء فقط، ولكن طال أيضا بعض المخازن أو المستودعات في المدينة، وهي مستودعات تجارية كما تقول السلطات الأوكرانية. كذلك حدث ضرر جراء أعمال الدفاع الجوي وسقوط بعض الشظايا في بعض المنازل. هنالك عدد من المدنيين الذين طلبوا الرعاية الصحية في الليلة الماضية، أصيبوا بجروح متفاوتة. أطلق حوالي 37 طائرة مسيرة في نحو جميع أنحاء أوكرانيا، ولكن 32 منها فقط نحو مدينة أوديسا. كما أطلقت القوات الروسية 32 صاروخ كروز أرض جوي وبحري نحو مدينة أوديسا. أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية معظم هذه الأهداف، ولكن هنالك بعض الأهداف التي سقطت في مناطق متفرقة. هنالك قتيل مدني يعمل في إحدى المنشآت الصناعية التي أيضا طالتها عملية القصف. في المجمل تتركز الضربات في الفترة الأخيرة نحو مدينة أوديسا. أيضا كان هنالك صاروخ موجه من طراز KH-59 أيضا أرسل نحو منطقة أوديسا. إذا التركيز الأساسي في أوديسا، ولكن أيضا في الليلة الماضية كان هنالك سماع دوي انفجار في منطقة زاباروجا، وأيضا في منطقة ملتوبل، وأيضا في دينيبرا بيتروفسك، وكذلك تم استهداف العاصمة كييف، ولكن جميع الأهداف أسقطت في ضواحي العاصمة كييف قبل أن تصل إليها. طيب، تنضم إلينا أيضا حذيفة من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة. أهلا بك كاتيا. إذا بداية، يعني حدثينا عن آخر التطورات أيضا المتعلقة في جانب القرم. كيف تتعامل سلطات القرم الآن مع تواصل الانفجارات واستمرار الانفجارات في ميدان التدريب العسكرية؟
مرحبا رجاء. بالفعل منذ الصباح اليوم اشتعل الحريق في ميدان التدريب العسكري، طبعا كما نقلت وسائل الإعلام الروسية أن سبب الحريق هو يعود إلى تفجيرات في معمل أو في مستودع الذخائر كانت تعرض يبدو للقصف من الجانب الأوكراني. السلطات في القرم كانت الآن تحدثت عن أنه سيتم إجلاء نحو 4 مناطق متاخمة لهذا الميدان، ميدان العسكري، بالإضافة إلى إجلاء نحو 2000 مواطن من هذه المنطقة المحيطة بالحريق. حتى الآن لم يتم السيطرة على الحريق، والانفجارات في الميدان وفي المستودع لا تزال مستمرة كما تحدثت سلطات القرم منذ قليل. كانت قد تحدث الجانب الأوكراني أنه يقف وراء هذا التفجير أو هذا الاستهداف الجديد لشبه جزيرة القرم لليوم أو للمرة الثانية خلال هذه الفترة. كان كما تعلمين تم استهداف جسر القرم حتى الآن، لذلك هناك صعوبة الآن كبيرة في الوصول أو في تنظيم السير إلى شبه جزيرة القرم بسبب إغلاق معظم الطرقات الرئيسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم نتيجة هذه الحوادث رجاء. طيب كيف الآن يعني يتم التعامل وتدبير هذه المشاكل التي تطرحها إغلاق يعني العدد العديد من الطرقات وأيضا إجلاء السكان من منازلهم؟ أي صعوبات تطرحها على السكان اليوم في المنطقة؟ كاتيا. أولا أريد أن أشير أنه كما تحدثت السلطات في القرم أنه لم يقع أي ضحايا أو لم يكن هناك تسجيل لوقوع ضحايا نتيجة هذه التفجيرات والحريق المشتعل هناك في المستودع، ولكن طبعا كما تحدثت سلطات القرم أن عمليات الإجلاء هي ستتم وبدأت هناك في هذه المنطقة. لم يتم التحديد عن كيفية هذه العملية، كيف ستتم وإلى أين سيتم إجلاء المواطنين في البلدات الأربع المتاخمة لهذا الميدان. تحدث رئيس القرم أن الوضع تحت السيطرة ويتم تنظيم السير بإيجاد طرق بديلة لهذه الطرق التي تؤدي إلى شبه جزيرة القرم باستبدالها بطرق أخرى كما تحدثت السلطات هناك، ولكن حتى الآن نحن بانتظار تحديث لهذه المعلومات من شبه جزيرة القرم أو رئيس شبه جزيرة القرم الذي قال أنه يتم تحديث هذه المعلومات تباعا وفقا للوضع هناك. لجنة التحقيق طبعا تعمل على الأرض هناك للوقوف على أسباب هذا الحريق والانفجارات التي وقعت في مستودع الذخيرة كما تحدثت وسائل الإعلام الروسية رجاء. طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة. الآن نعود إليك وإلى أوديسا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، يعني ماذا عن أهمية المنشآت التي يستهدفها اليوم القصف الروسي على أوديسا؟ نعم، في الحقيقة يعني تم استهداف الميناء الجنوبي، تم استهداف مخزن للقمح وكذلك مخزن للوقود في الميناء، هذه المناطق التي تضررت حتى الآن في الميناء. طبعا الأهداف معظمها تم إسقاطها قبل أن تصل إلى وجهتها، ولكن هذا يعني أهم منشأة تم استهدافها هي الميناء، ولكن أيضا تم استهداف سوق تجاري عادي تم استهدافه، وحدث حريق كبير في هذه المستودعات للسوق التجارية، وكذلك تم استهداف إحدى المنشآت الصناعية. وطبعا كما تعلمين أن الاتحاد الروسي دائما يقول أن المنشآت الصناعية يتم استخدامها للأغراض العسكرية، ولكن أيضا السلطات لا تنفي أنه تم استهداف بعض المواقع العسكرية. ولكن الدفاعات الجوية رجاء في هذه الفترة وفي هذا التوقيت تعمل بكفاءة عالية، تم رفع الكفاءة خاصة في مدينة أوديسا وفي مدينة كييف، في المناطق أو المدن الرئيسية تم رفع الكفاءة بنسبة كبيرة جدا، لأن الاستهداف يتركز حول هذه المدن ولأن فيها من المنشآت الهامة. طبعا فاتني أيضا رجاء أن أذكر أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الميدان العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وكذلك مستودع الذخيرة في شبه جزيرة القرم، وقالت أن الاتحاد الروسي يخفي عدد القتلى وعدد يعني التلف في
في هذه المنشأة العسكرية الحقيقي، وقالت أن هذه العملية تمت بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأوكرانية والاستخبارات العسكرية الأوكرانية. طيب تحدثت حذيفة عن قوة يعني المواجهة مثلا الأوكرانية اليوم ضمن هذه يعني هذا التراشق بين الجانبين، لكن يعني تتحدث أوكرانيا دائما عن كون لديها نقص في الإمدادات العسكرية، كيف تتعاطى كيف يتعاطى الجانب الأوكراني مع هذا النقص في الإمدادات العسكرية اليوم ضمن هذه المواجهة وفي إطار صد يعني طبعا الهجومات الروسية المكثفة؟ نعم كما قلت، صحيح كما قلت رجاء، يعني الآن الأوكرانيون مضطرون إلى رفع الكفاءة في بعض المناطق وترك بعض المناطق بكفاءة عمل للمضادات قليلة أو ضعيفة، وهم طبعا يرغبون في ما يسمى بإغلاق السماء الأوكرانية، أي يريدون أن تكون الكفاءة عالية في جميع الأراضي الأوكرانية لصد الهجمات الروسية. الآن تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الدفاع الجوي أن تسقط جميع الأهداف في العاصمة كييف على سبيل المثال بنسبة يعني تزيد عن 97%، كذلك في منطقة أوديسا لديها ذات الكفاءة، ولكن على سبيل المثال مع خاركف الحدودية وهي قريبة من منطقة القتال هنالك النسبة أقل وأضعف من ذلك، لذلك دائما يسجل وصول للصواريخ وللطائرات المسيرة الروسية، لذلك هي تطالب بمزيد من الدفاعات الجوية لكي تستطيع أن تغلق جميع الأراضي الأوكرانية، كذلك تطالب أوكرانيا أن تحصل على سلاح جو يعني متطور، وذلك لدعم العمليات العسكرية في القتال ولدعم الهجوم المضاد الأوكراني. تعلمين أن تحرك المشاة يحتاج إلى غطاء بالطيران، وهذا الذي تفتقده أوكرانيا وتتفوق فيه روسيا، لذلك المعركة صعبة جدا على الأوكرانيين في مناطق القتال وفي خطوط التماس، وهذا يصعب عليهم عملية الهجوم المضاد. طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من أوديسا مراسل العربية حذيفة عادل. أعلنت الخارجية الروسية أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية وفقا للمذكرة الموقعة بين موسكو والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب، مضيفة أنه وفق البند السادس من الاتفاق ما يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة الوقت الكافي لإتمام العمل على تنفيذ أحد شروط الصفقة وهو إعادة دمج البنى التحتية التابعة للمصرف الزراعي الروسي بنظام سويفت للتعاملات المصرفية. ينضم إلينا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشسلاف ماتوزوف. سيد فيتشسلاف أهلا بك، يعني دائما في إطار حديث عن صفقة الحبوب والانسحاب الروسي من هذه الصفقة، اليوم يعني أوكرانيا تقول وتتحدث عن كونها عازمة عن مواصلة تصدير الحبوب بطرق وببدائل أخرى، وستتعامل موسكو أيضا مع هذه البدائل بمشاركة تركيا في الموضوع. كيف سترد موسكو على مواصلة أوكرانيا لتصديرها للحبوب؟ طبعا روسيا أخذت القرار، قرار الذي ينوي أن روسيا تجمد وجودها في اتفاقية بحر الأسود، ليست فقط صفقة القمح أما صفقة البحر الأسود. اتفاقية البحر الأسود أوسع بكثير من صفقة القمح بين أوكرانيا وتركيا. وطبعا اتفاق كانت شفهي خطي في أبريل الماضي في 22، حيث كانت لافروف ووفد مرافق وعدة الوفود أخرى كانت في إسطنبول حضور أردوغان وممثل الأمم المتحدة، اتفقوا على أساس هذا الاتفاق. روسيا وافقت انسحاب من محافظة كييف ونقلت قوات المسلحة إلى محافظة دونيتسك لوغانسك من محافظة كييف التي كانت معارك شرسة ذلك الحين، واتفقوا عن بدء المفاوضات السياسية. ما بدأت مفاوضات سياسية نتيجة الموقف بريطانيا، بوريس جونسون بكل وضوح قال أن لا حديث ولا حوار مع روسيا قبل هزيمة روسيا في حقل القتال. طيب اتفقوا على صفقة القمح، روسيا وافقت،
لمدة 3 أشهر في مبادئ تمديدها إلى 6 أشهر. وطبعا هذا كانت يستمر وعلى أساس أنه يطبق كذلك صفقة بحر الأسود من كل نواحي، من جانب روسيا، من جانب أوكرانيا. من جانب روسيا لا يطبق ولا بند، منعوا حتى تصدير، مش تصدير، النقل مواد الكيميائية التي موجودة في خزانات أمونيوم في خزانات يونان. كانت مضطرة روسيا أن يعطي هذا الأمونيوم مجانا لدول الفقيرة أو دول الأفريقية. وطبعا لذلك اتفاقية كانت موقعة مبرومة من قبل الأمم المتحدة، ولكن لا يطبق فقط بما يتعلق يخص القمح الأوكراني. طيب هذا يتعلق، هذا فيما يتعلق بما يزعج يعني روسيا الآن ضمن يعني عدم الالتزام ربما بالاتفاق، لكن يعني ما الذي تلوح به موسكو الآن عبر تحذيرها، عبر تحذير الكريملين من استمرار تصدير الحبوب الأوكرانية؟ أي خطوات عملية قد تقوم بها موسكو في مواجهة هذا الأمر وفي مواجهة الإصرار الأوكراني على مواصلة تصدير هذه الحبوب؟ أولا ضربة على موانئ نيكولايف وأوديسا في بحر الأسود، موانئ أوكرانية، ودمرت هناك المنشآت في هذه الموانئ. طبعا هذا هو دليل على أن روسيا لا تكافح ولا أسطول الناتو في بحر الأسود ولا أسطول تركي كذلك، لأنه كانوا يهددون أن كل سفن مع القمح ترافقها سفن عسكرية حربية التركية. أما دمروا هذا موانئ، واليوم لا يوجد أي سفينة أجنبية في ميناء أوديسا ونيكولايف. هذا هو جواب. طيب الآن ما الذي تسعى إليه موسكو بعد توقف هذا الاتفاق، وكيف سترد موسكو أيضا على هذا يعني التنسيق الأوكراني التركي من أجل يعني إيجاد حلول بديلة لطبعا مواصلة هذا التصدير الحبوب؟ يعني كيف سينعكس ذلك على العلاقات الروسية التركية؟ علاقات روسيا تركيا تدهورت لا اي شك بسبب هذا. وإردوغان قال بكل الوضوح انه اسف جدا عن وقف صفقه القمح، ولذلك تركيا تبقى في مصالحها بدون اي تدخل في مرافقه سفن اوكرانيه مع القمح. واذا اوكرانيا سوف تحاول أن تعمل بدون نعم. إذن نشكرك، كنت معنا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشسلاف ماتوزوف، شكرا جزيلا لك. تستضيف جدة اليوم اللقاء التشاوري 18 لقادة دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين دول المجلس. كما تستضيف جدة أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة وضمان استدامة التشاور والحوار وتطوير التعاون المشترك. من المركز الإعلامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بجدة معنا مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا وسهلا بك سلطان. سلطان، حدثنا أكثر عن الأجواء التي تجري فيها هذه القمة، عن أبرز ما يراد يعني أن تخرج به هذه القمة أيضا، وعن التمثيلية. نعم أهلا بك. تستضيف مدينة جدة اليوم أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، إضافة إلى اللقاء التشاوري 18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ اكتمل وصول رؤساء مجموعة دول آسيا الوسطى والمعروفة بدول مجموعة C5، وهي أوزباكستان وكازاخستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغستان. وبحسب المصادر التي أشارت إن القمة سوف تبدأ في تمام الساعة 6 عند اكتمال وصول رؤساء دول مجلس التعاون، علما أن ولي العهد السعودي سوف يترأس هذا اللقاء
التشاوري وأيضا القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5، وكذلك سيلقي خلالها كلمة إضافة للقاءات الثنائية التي سوف تجمع بين قادة الدول المشاركة، إضافة أن السعودية سوف تدعم عمليات تأسيس شراكات استراتيجية بين دول آسيا الوسطى وبين دول الخليج من خلال خطة عمل مشتركة تشمل الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي وكذلك الاستثماري، إذ يجمع دول مجلس التعاون لدى الخليج العربية ودول C5 روابط مشتركة كونها دول إسلامية تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، كما تمتلك دول هذه الدول موارد كبيرة من النفط والغاز والموارد المائية وغيرها. أيضا على الجانب الآخر هنالك علاقات سعودية مع جمهوريات آسيا الوسطى C5 قديمة، حيث تعد المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بهذه الجمهوريات واهتمت بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية كذلك معها. ويأتي انعقاد هذه القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى كونها الأولى من نوعها، إذ تعكس انفتاح دول مجلس التعاون على رأسها المملكة على الشراكات والتكتلات الفاعلة مع المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميا، لا سيما أن هنالك مشاريع واتفاقيات ومذكرات تفاهم مبرمة في الآونة الأخيرة بين المملكة وكذلك دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى، ومنها توقيع 13 مذكرة تفاهم مع كازاخستان وتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع أوزباكستان، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في دول آسيا الوسطى في مشاريع الطاقة وما يتعلق بذلك. أيضا مع نهاية هذه القمة سيتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وكذلك دول آسيا الوسطى في مجالات التعاون فيما بينهما نتحدث عن الحوار السياسي والأمني والشركات الاقتصادية وكذلك الاستثمارية. استعدادات كبيرة بين الجانبين، بين الجانب الخليجي وكذلك جانب مجموعة دول آسيا الوسطى لبدء هذه القمة في تمام الساعة 6 من المتوقع أن تبدأ بحسب المصادر الأولية. اكتمل الوصول بالكامل، هنالك اهتمام محلي ودولي كبير لهذه القمة أن تخرج بملفات مشتركة وعنوانها الرئيسي هي الملفات الاقتصادية، لا سيما أن مجموعة دول آسيا الوسطى هي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين أوروبا وبين الشرق الأوسط وبين جنوب وشرق آسيا، لذلك هي منطقة مهمة تمتلك الكثير من الموارد الكبيرة جدا من ضمنها المخزون الخاص بالذهب وكذلك الموارد المائية والطاقة والغاز الطبيعي وغيرها من الثروات المهمة التي سوف يهتمون بشكل كبير بجلب رؤوس الأموال الخليجية إلى هذه المنطقة والاستثمار المشترك فيما بينهما في هذه الموارد وكذلك الاتفاق على عدد كبير من الجوانب السياسية والإقليمية والدولية. نشكرك، كنت معنا من المركز الإعلامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بجدة مراسل العربية سلطان السلمي. على قاعدة الشراكة والمنافع المتبادلة توجهت بوصلة دول الخليج بقيادة السعودية تجاه دول آسيا الوسطى، حيث يعقد اللقاء التشاوري 18 في جدة لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. دول C5 تقع في منطقة جغرافية مغلقة في قلب قارة آسيا أو قلب العالم، تضم كل من أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وكرغستان. جمهوريات آسيا الوسطى الخمس تقع في موقع القلب، ما سماه عالم الجغرافيا السياسية البريطاني ماكندر بجزيرة العالم التي تتيح لمن يسيطر عليها السيطرة على العالم. موقعها الجغرافي الاستراتيجي جعلها ذات أهمية كبرى، حيث تقدر مساحة المنطقة بحوالي 4 ملايين كيلو متر مربع، ما يجعلها أكبر من دول أوروبا من حيث المساحة. تحيط بها كل من روسيا والصين وإيران وتركيا وأفغانستان وشبه القارة الهندية، ويتيح التمركز في هذه المنطقة الإطلالة الأكثر سهولة والأقل تكلفة نحو العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال والعمق الحيوي الصيني باتجاه الجنوب الشرقي، علاوة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب والعمق الحيوي الإيراني باتجاه الجنوب الغربي والعمق الحيوي لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب. شكلت هذه المنطقة في العقود الأخيرة مجالا حيويا للتنافس على السيطرة والنفوذ فيها بين القوى الدولية المختلفة، وخاصة الصين والولايات المتحدة وروسيا، وهي بمنزلة منطقة محايدة لمنع الاحتكاك بين هذه القوى الدولية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل
مقتل مسلحين اثنين من جماعة موالية لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق. أفاد المرصد السوري بمقتل مسلحين اثنين من جماعة موالية لإيران وجندي سوري بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح ما يصل إلى 200,000 شخص سوداني مؤخرا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، ليتجاوز بذلك عدد النازحين السودانيين داخليا أكثر من 2.6 ملايين شخص منذ بدء النزاع. ومن جانبها أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار أكثر من 730 ألف شخص بالنزوح إلى خارج السودان. إذن أزمة تمويل غير مسبوقة عنوان معاناة أخرى متفاقمة تجثم على قلوب اللاجئين السوريين في الأردن، حيث قلص برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري تحديدا في مخيمي الزعتري والأزرق المتهالكين، وسيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا. التحذيرات توالت عقب الإعلان الأممي خاصة وأن الأردن لا يستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، لا سيما وأن التمويل المخصص للاجئين بات يعاني شحا وجفافا شديدين. ففي الأسبوع الماضي أيضا تضاعفت مأساة اللاجئين حينما أعلن البرنامج الأممي أنه سيقطع تدريجيا مساعداته بالكامل عن 50,000 لاجئ في الأردن. من القاهرة مع المتحدثة الإعلامية ومديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، أهلا وسهلا بك سيدتي. بداية، يعني أي خيارات كانت موضوعة أمام برنامج الغذاء العالمي قبل التوجه إلى يعني استنفاذ مختلف خياراته ووقف أو تقليص من حجم المساعدات الموجهة إلى اللاجئين السوريين؟ طبعا برنامج الأغذية العالمي يعني دق ناقوس الخطر فيما يخص موضوع نقص التمويل منذ عدة أشهر. كان هناك اجتماعات كثيرة مع الدول المانحة، التواصل مع يعني جهات كل الجهات المعنية، لأن بدأنا نشعر بأزمة مالية كبيرة لها أسباب كثيرة، واحدة منها هي طبعا يعني وهن الدول المانحة وعدم استمرار تقديم المساعدات أو تقديم الدعم المادي بالصورة المطلوبة، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب أزمة أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع كلفة استمرار عملياتنا الإنسانية. وهذا ليس فقط في الأردن، كان هناك في الشهر الماضي إعلان عن قطع المساعدات الغذائية عن 2 مليون شخص في داخل سوريا، بالإضافة أيضا إلى 200,000 شخص في فلسطين. وبالتالي هذه مشكلة وليست حتى على نطاق الشرق الأوسط فقط، ولكن معظم عمليات الإغاثة لبرنامج الأغذية العالمي في العالم، سواء كان هذا في أفريقيا، في أفغانستان، في الصومال، كلها بتعاني من نقص شديد في التمويل. طيب يعني سيدة عبير، يعني كيف تعمل اليوم، كيف يعمل برنامج الغذاء العالمي على التواصل وعلى إقناع المانحين الدوليين من أجل يعني المساهمة بشكل أكبر في هذه المساعدات الموجهة إلى اللاجئين، وطبعا تجاوز للسياق الاقتصادي العالمي الصعب؟ طبعا يعني مهم أن أذكر أن برنامج الأغذية العالمي بيعمل بصورة أساسية على التبرعات الطوعية. يعني في بداية العام بنبدأ
ميزانية هي صفر، وبالتالي لكل عملية إنسانية أو عملية إغاثة أو طوارئ بيكون هناك عملية حشد لدعم أو لجمع التبرعات، وهي كما ذكرت بصورة طوعية. بالنسبة طبعا للتعامل مع الدول المانحة، هناك طبعا بيكون هناك في مؤتمرات للدول المانحة، في اجتماعات بصورة مباشرة، في تواصل مباشر مع هذه الدول المانحة، في خطابات، وأيضا دراسات يعني أهمها هو يعني التعامل مع ما أثار، يعني ماذا سيحدث إذا توقفت المساعدات، بأرقام، بحقائق، حتى تدرك الدول المانحة يعني المعطيات التي ستنتج عن ضعف التمويل، بما في ذلك ربما تدفق أزمة الهجرة لمرة أخرى، أيضا عدم استقرار الدول التي استضافت اللاجئين على مدار سنوات كثيرة، ربما أيضا هذا سيؤدي لبعض لقرارات من بعض هذه الدول في عدم استمرار يعني سياسة الترحيب باللاجئين السوريين في دول الجوار. كل هذه الحقائق والمعطيات بيتم طرحها أمام الدول المانحة على أمل أن يكون هناك يعني في تغيير في قرارات هذه الدول، لأنها بالفعل هي طبعا قدمت الكثير من الدعم. طيب هل تلجأ، يعني هل تلجأ اليوم، هل يلجأ برنامج الغذاء العالمي للضغط على هذه الدول التي تقدم المساعدات اليوم، وذلك بقطع يعني المساعدات الموجهة إلى هؤلاء اللاجئين وجعل الأزمة تتفجر بشكل أكبر؟ لا، يعني عملية قطع المساعدات هي ليست وسيلة للضغط، هي هذا ليس يعني هذا هو الخيار الأخير لدينا، لأن ليس هناك أموال، يعني لا احنا لا نلعب بقوت الأكثر احتياجا والأكثر ضعفا لوضع سياسة الضغط على الدول المانحة. عندما يكون هناك قطع للمساعدات، هذا معناه أنه ليس هناك أموال تساعدنا على استمرار يعني تقديم المساعدات، وهو خيار صعب ومرهق ذهنيا على الجميع. نعم، طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا المتحدثة الإعلامية ومديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة. طيب نتابع مشاهدينا الآن هذه الصور المباشرة لاستمرار اندلاع حرائق الغابات بالقرب من أثينا، وتتابعون تصاعد كثيف للدخان في هذه الغابات، بحيث أتت النيران على مساحات واسعة وشاسعة من هذه الغابات، والتهمت ألسنة النيران الغطاء الغابوي الموجود بهذه المنطقة. يأتي هذا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق عديدة من العالم، وهو ما يصعب من عمليات إطفاء وإخماد هذه الحرائق على مستوى هذه الغابات. طبعا رجال الإطفاء يحاولون إخماد هذه النيران بطائرات مروحية تحاول التحكم والسيطرة على هذا الحريق منذ أيام. طيب كما تشاهدون دائما يعني هناك أيضا صعوبات في الرياح التي تصعب وتسهل من عملية انتقال النيران من منطقة إلى أخرى، وتصعب جهود الإطفاء على رجال الإطفاء. لأول مرة منذ 4 عقود وصلت غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية
نبأ لم يرق ربما لكوريا الشمالية، فبعد أن علمت بوصول الغواصة الأمريكية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه الشرق وفق ما أفاد به جيشا اليابان وكوريا الجنوبية. ووفق البيان المشترك كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. كوريا الجنوبية نددت بعمليات الإطلاق المتتابعة باعتبارها أعمالا خطيرة تقوض السلام والاستقرار وتشكل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية. أما بيان القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي فقد اكتفى بالقول إن ما جرى لا يمثل تهديدا للولايات المتحدة ولا للحلفاء. فيما بدت كوريا الشمالية تنتهج إطلاق الصواريخ لاستعراض قواتها النووية وأيضا لترهيب خصومها، لأنها في وقت سابق اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ 18، وكان أطول تجربة استغرقت 74 دقيقة. وحينها أي قبل أسبوع قالت بيونغ يانغ بالفم الملآن أن إطلاق هذا الصاروخ يعتبر رسالة تحذيرية لأمريكا ولمن معه. إذن قائد القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي الأدميرال جون أكويلينو حذر من أن الصواريخ الباليستية التي اختبرتها كوريا الشمالية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكان تلك الصواريخ قطع مسافات طويلة بالرؤوس النووية. وتأتي التحذيرات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ 18 بمحرك يعمل بالوقود الصلب في 12 من الشهر الجاري. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الخارجية الأمريكي يوقع على إعفاء جديد يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تلقيه رسالة من المستشار الخاص جاك سميث يبلغه فيها بأنه هدف للتحقيقات في الجهود لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. ترامب في دائرة الاتهام مرة جديدة. محامو الرئيس الأمريكي السابق تلقوا رسالة من المدعي العام جاك سميث يوم الأحد لإبلاغهم أن موكلهم قد يواجه اتهامات في التحقيق في جهود لإلغاء انتخابات 2020. خطوة جاك سميث فاجأت ترامب الذي لم يكن يتوقع أن يتم توجيه اتهام كهذا له، خاصة في ظل الإجراءات الروتينية التي تخص قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منتجع مارالاغو. هناك بند في دستور الولايات المتحدة ينص على أن الأشخاص الذين عملوا ضد الولايات المتحدة غير مؤهلين ليتبوأوا منصب الرئاسة. هذا وضع محتمل يمكن تنفيذه بحال إدانة ترامب، وهكذا تكون الحجة أن الدستور منعه من الخدمة مرة أخرى كرئيس. رغم احتمال صدور لائحة اتهام جنائية ثالثة، سارع العديد من أعضاء مجلس النواب إلى إعلان أنهم سيدعمون ترامب مهما حدث. ولعل أبرز من اعترض على رسالة جاك سميث كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، الذي وجه أصابع الاتهام إلى الرئيس جو بايدن وإدارته باستهداف الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا متوقع. الرئيس ترامب في الواقع يتفوق على الرئيس بايدن في استطلاعات الرأي، وهذا ما لا يحتملونه أبداً. الشعب الأمريكي سئم ذلك. الأمريكيون يريدون عدالة متساوية، أما الديمقراطيون فيستخدمون وزارة العدل ضد من يختلفون معهم سياسياً. حتى منافسو ترامب الجمهوريون في السباق الرئاسي 2024 كان لهم تعليق حول القضية باعتبار أن الاتهام هو مجرد اتهام سياسي لا غير. لم أطلع على القضية بعد، ولكن أنا أعلم أن مؤسساتنا للأسف مثل الـ FBI ووزارة العدل يتم استخدامها كسلاح ضد الأمريكيين في الوقت الذي نرى فيه بعض الأفراد يتعرضون لمعاملة خاصة، وأنا أقصد هانتر بايدن. فريق ترامب القانوني لم يرد رسمياً على الدعوة للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، ولكن من المتوقع إلى حد كبير أن يرفض ترامب الامتثال للمحاكمة. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن عملية لنقل 1.1 مليون برميل نفط من ناقلة متهالكة ترسو قبالة الساحل اليمني ربما تبدأ مطلع الأسبوع المقبل. ويحذر مسؤولون بالأمم المتحدة منذ سنوات من تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني للخطر بسبب احتمال أن يتسرب من الناقلة سافر 4 أمثال كمية النفط التي تسربت في كارثة للناقلة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989. في أول جلسة قضائية صدر حكم بتثبيت توقيف صاحبة دار الحضانة والمعنفة التي ظهرت في فيديوهات لتعنيف أطفال في لبنان، وسيستكمل التحقيق بناء على تهم الشروع في القتل والإيذاء المتعمد. أمام أروقة قصر العدل في بعبدة اجتمع أهالي الأطفال الذين تحولوا إلى ضحايا عنف في إحدى حضانات لبنان. في الداخل الجلسة القضائية الأولى بحق مالكة الدار والمعنفة. الأهالي أبدوا رضاهم عن القرار القضائي بتوقيفهما، لكنهم طالبوا بمحاكمة من صورت الفيديوهات أيضا. اليوم ما رح كتير فوت بتفاصيل الملف أكيد حفاظا على مناقبية المهنة وسرية التحقيق، بس تم إصدار اليوم مذكرة توقيف بحق الموقوفتين. بكتفي بهذا الشروع بالقتل؟ مثل ما يعني خلينا نشوف بالتحقيقات، محاولة القتل والإزاء القصدي وكل الأسباب. الفيديوهات كان مفروض فيديوين كافين لواحد دغري يحط إصبعه على الموضوع وينشل الطفيلة من التعنيف. يعني ما نطرت سنة تصور بالكم الطويل في فترة طويلة بالموضوع لحتى أنه نجمع، وإذا اختلفت نطلع نفيد أو هذا. يخضع الأطفال اليوم إلى علاج نفسي بحسب الأهالي، وبعضهم بدأ بالتعبير عما كان يحدث في دهاليز الحضانة بعد تغيبهم عنها. أما الرضع فيحتاجون إلى متابعة كي لا يؤثر العنف سلبا على سلوكهم مستقبلا. بعض الأهالي علموا بوجود فيديوهات إضافية لأطفالهم، لكنهم حتى الآن لم يحتملوا مشاهدتها. القرار القضائي بتثبيت توقيف المتهمتين أثلج قلوب الأهالي، لكنهم يطالبون بتنفيذ أشد أنواع العقوبات بجرم كاد أن يودي بحياة أطفالهم. غنوة يتيم، العربية، بيروت. وقع وزير الخارجية أنتوني بلينكين على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران، ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية. مسؤول أمريكي قال لرويترز قال إن واشنطن تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد ل 120 يوما في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في البلاد فقط. مع دخول موجات الحر إلى العراق سجلت محافظة البصرة الواقعة جنوبي العراق درجات حرارة قياسية وصلت إلى نصف درجة الغليان وسط تذبذب في ساعات تجهيز الكهرباء. لا تشتهر البصرة فقط بنفطها وكرم أهلها، بل أيضا بارتفاع درجات الحرارة فيها حتى تصدرت قائمة المدن الأسخن في موجة الحر، مع تسجيل درجات الحرارة 50 درجة يوم الثلاثاء. قد تكون الأعلى على مستوى العالم، في قد تصل يمكن احنا والكويت هذه المنطقة. المانغروف بدأنا يعني هذه يعني الشجرة زرع منها 42 ألف شتلة. خطتنا كمحافظة الوصول إلى بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووزارة البيئة العراقية أن نصل إلى 1 مليون شجرة. الاتفاق الأخير بين بغداد وطهران حول مقايضة الطاقة ربما يكون حلاً مؤقتاً وليس حلاً جذرياً، لأن الطلب على الطاقة في العراق في ازدياد متواصل، ومعه تزداد معاناة البصريين بارتفاع درجات الحرارة وقلة ساعات التجهيز. كهرباء كون إن شاء الله تتحسن وتستمر، لأن العالم هم أنا قاعدة ببيوتها وحارة عليها. درجة الحرارة تقريبا اليوم 48-50. موظفين الدوام الوقت يقل، خاصة هاي كم شهر اللي قاعد نمر بيهن، وراح يجينا أسبوع موجة من الحر كلش قوية. ارتفاع درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان
لم يوقف الحياة هنا، فما زالت الآبار النفطية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك نشاط أهل البصرة الذين توجهوا صوب شط العرب هرباً من القيظ. سامر الكبيسي، العربية، البصرة. أكثر من 200 حريق غابات ما يزال مستعراً في كندا، متسبباً بإطلاق الدخان الخانق في جميع أنحاء البلاد وإلى أجزاء من أمريكا. ونختتم هذه النشرة مع هذا التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة الذكاء الاصطناعي في حال عدم التصدي للجانب الخبيث والاستخدامات الإجرامية لأنظمة الذكاء الاصطناعي. يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة للخير والشر، وحذر مبتكروه أنفسهم من وجود مخاطر أكبر بكثير وربما كارثية ووجودية، وبدون اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المخاطر فإننا مقصرون في مسؤولياتنا تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. الاستخدام الخبيث لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية قد يتسبب بالموت والدمار، إضافة لأضرار نفسية عميقة على نطاق لا يمكن تصوره. مشاهدينا الآن إلى العناوين. سلطات القرم تخلي 2000 شخص بعد حريق بقاعدة عسكرية، وأوكرانيا تدمر 37 مسيرة وصاروخ كروز. جدد تستضيف اليوم أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى لبحث الشراكة واستدامة التشاور. بالتزامن مع وصول غواصة أمريكية، كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر. مشاهدينا إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.